الست أمة الله كانت طالبة الدعاء لها بالصبر والثبات، ودعونا مع حضرتك على الهوى ونقتدي بالدعاء القرآني الكريم الوارد في القصة اللي احنا كنا بنشير إليها. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أنا عايزة أن ربنا سبحانه وتعالى ياخد بيد أولادي، أقول وأصلح لي في ذريتي، أصلح لي في ذريتي. وعندنا أدعية كثيرة جدا، ربي عايزين نكون على أهل الطاعة والتقوى زي ما ذكرتي. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك، إني تبت إلي. يتوجه المؤمن بالأدعية الواردة في القرآن والسنة أو بما يتحرك به لسانه من الخير. ربنا بيوفق العباد رحمة بيهم لما فيه، يسألوا من فضله اللي فيه خير ليهم.